السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن نقل الفنان أحمد بدير للمستشفى، وبيقول أنا بخير وهذا ما حدث معي. هقول لكم شوية تفاصيل. بعد نقل المستشفى فجأة أثناء ما كان بيصور دور في مسلسل هيتعرض في رمضان الجاي، كنا نتكلم معاكم النهاردة عن أزمة صحية مفاجأة تدخل الفنان إيهاب توفيق إلى المستشفى. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن الفنانة ميرفت أمين نزيلة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. هقول لكم شوية تفاصيل. وهل فعلا خبر ان الفنانة ميرفت أمين محجوزة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وايه السبب؟ هقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع نقل الفنان إيهاب توفيق للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية. فجأة الفنان حس بحالة إعياء أو حصل له مشاكل صحية وتعب وتم نقله المستشفى. طب إيه السبب؟ هقول لكم شوية تفاصيل الأول وبعد كده أقول لكم الموضوع بالظبط. بصوا، الفنان إيهاب توفيق يا جماعة مطرب مصري يعد من أشهر المغنيين في بلده والوطن العربي. بدأ حياته الفنية في أوائل التسعينات من القرن العشرين. اسمه الحقيقي إيهاب أحمد توفيق محمد مصطفى، من مواليد 7 يناير 1966، عنده 58 سنة، من القاهرة، متجوز من زوجة اسمها ندى، عنده من الأولاد أحمد ونورين ومحمود. على فكرة يا جماعة أولاده الثلاثة متصابين بمرض نادر لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى طول عايشين خارج البلاد لأن هم محجوزين في مستشفيات خارج البلاد لأنهم زي ما قلت لكم متصابين بمرض نادر لا حول ولا قوة إلا بالله. اتمنى منكم تدعوا لهم دعوه كويسه في التعليقات. بصوا يا جماعه، ازمه صحيه مفاجاه تدخل ايهاب توفيق للمستشفى. الموضوع وايه حقيقه نقل الفنان ايهاب توفيق للمستشفى، اقول لكم شويه تفاصيل. دخل الفنان إيهاب توفيق إلى المستشفى ذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة مفاجئة، حيث قام بإجراء بعض الفحوصات للإطمئنان على صحته. وبعد انتهائه غادر المستشفى على الفور بعد أن نصحوا الأطباء بالراحة التامة والابتعاد عن الضغوطات والإرهاق لحين إنهاء العلاج المطلوب في منزله. من ناحية أخرى، طمأن إيهاب توفيق جمهوره على حالته مؤكدا أنه سيقوم بمتابعة نشاطه الفني بعد تلقي العلاج. يعني حصل له مشكلة صحية لا حول ولا قوة إلا بالله وتم نقله المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، يعني ما كانش عنده أي حاجة، فجأة تعب وحصل له حالة إعياء وتم نقله المستشفى. وطلع طبعا وطمن الجمهور بعد ما خرج من المستشفى الحمد لله، وبيكمل قال أنا بكمل علاجي في البيت. أتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات، لأن الفنان إيهاب توفيق يا جماعة يعني حكايته حكاية زي ما بيقولوا. أبوه اتوفى في حريق في فيلا، أخوه قبلها توفى، أولاده الثلاثة عندهم مرض نادر لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال، بس يعني ربنا يعني يلطف بيه ويصبره على اللي هو فيه. الموضوع اللي بعد كده، موضوع نقل الفنان أحمد بدير للمستشفى، وطلع وقال للجمهور أنا بخير الحمد لله، كنت بمر بوعكة صحية والحمد لله بقيت كويس. الموضوع بقى أو القصة أقول لكم شوية تفاصيل. أقول لكم الأول شوية تفاصيل عن الفنان أحمد بدير وبعد كده أقول لكم الموضوع بالظبط. بصوا، الفنان أحمد بدير من مواليد 20 يونيو 1945، عنده 79 سنة، وهو ممثل مصري ولد في مدينة إنا في صعيد مصر. اسمه أحمد محمد علي بدير، عنده من الأولاد سارة ودعاء، عنده بنتين يا جماعة ومش مخلف صبيان خالص. بصوا بقى ايه اللي حصل او ايه الموضوع وايه حقيقة نقله المستشفى بعد ما طلع الفنان وقال انا بخير وهذا ما حدث معي. بعد نقله للمستشفى أحمد بدير بيقول أنا كويس. أكد الفنان أحمد بدير أنه تعرض لإغماء أثناء تصوير مشاهد فيلمه أو مسلسله اللي هيتعرض في رمضان الجاي، وتم نقله، كان بيعمل مشاهد يعني في فيلم مفروض هيتعرض وفي مسلسل هيتعرض في رمضان، وتم نقله للمستشفى للإطمئنان عليه. وأضاف أنه بخير وما حدث كان نتيجة الإجهاد في التصوير، خاصة وأنه يقدم مشاهد صعبة يجسد فيه شخصية صعبة عليه، وقال سأعود لاستئناف التصوير قريبا وشكرا لكل من سأل علي، أنا الحمد لله بخير، كنت في المستشفى محجوز شوية بس طلعت امبارح، وحبيت أطمن كل الجمهور وكل جمهوري في الوطن العربي اللي بعتلي. طبعا الفنان أحمد بدير يا جماعة ليه محبين من جميع دول العالم،
بعتوله طبعا، وكانوا خايفين عليه بعد ما عرفوا ان هو تعرض لأزمة صحية وتم نقله المستشفى، وهو حب ان هو يطلع ويطمن كل جمهوره عليه وبيقول انا كويس الحمد لله وخلاص، بس باخد علاجي في البيت وبعد كده هستأنف تصوير المسلسل بتاعي والمشاهد بتاعت الفيلم اللي هو المفروض هيتعرض له برضو اليومين الجايين. الموضوع اللي بعد كده، الخبر اللي كل الناس يعني بتقول هل فعلا حصل كده؟ هل فعلا الفنانة ميرفت أمين محجوزة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية؟ طب لو محجوزة ايه السبب؟ هقول لكم شوية تفاصيل. بصوا، الفنانة ميرفت أمين يا جماعة اسمها ميرفت محمد علي أمين، من مواليد 24 نوفمبر 1946، عندها 77 سنة، من المنيا، اتجوزت في حياتها مرتين، مرة من عمر خورشيد عام 1972 واتطلقت عام 1973، بعد كده اتجوزت حسين فهمي عام 1974 واتطلقت منه عام 1986، مخلفة منه ما عندهاش أولاد أصلا غير من الله حسين فهمي، ماشي، ما خلفتش من عمر خرشي. الموضوع بقى او ايه اللي حصل، الفنانه ميرفت امين نزلت مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه، هل فعلا الخبر ده حقيقي؟ بصوا، لا تزال الفنانه ميرفت امين في مستشفى الامراض العصبيه بعد ان فقدت جميع المقربين منها، صديقتها رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وكان اخرهم الفنان احمد خليل، وبسبب حزنها الشديد وحالتها النفسيه الصعبه دخلت الفنانه ميرفت امين الى احدى المستشفيات التي تعاني الامراض النفسيه والعصبيه بعد ان ساءت حالتها النفسيه بشكل كبير، مما دعا طبيبها النفسي الى نقلها الى المستشفى. وقالت منه الله حسين فهمي الابنه الوحيده لميرفت امين بان حالتها الصحيه مستقره وافضل من سابق. يا جماعه، هي بصوا، هي مش معنى ان هي دخلت مستشفى الامراض النفسيه ان هي تكون مثلا عقلها خف او كده، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفي كل مريض طبعا. لا، هي كانت تعبانه، وبعد وفاه رجاء الجداوي وبعد وفاه دلال عبد العزيز وناس كتير قوي مقربين منها، هي تعبت نفسيا وحالتها تدهورت، فتم نقلها للمستشفى، وهناك اتحجزت في غرفه عشان تاخد العلاج يا جماعه النفسي، وهي الوقت بنتها طلعت واعلنت ان هي كويسه الحمد لله وبحاله مستقره، وخرجت من المستشفى بقى لها كام شهر وحالتها النفسيه كويسه، لا حول ولا قوه الا بالله. بتبقى حاجه صعبه ان انت تبقى عايش كده وتقعد تفقد عزيز في عزيز في عزيز، ناس تتوفى، احبائك، اصدقائك، ناس عزيزه على قلبك، بتبقى صدمه، ممكن ناس تخرج من الصدمه دي، وفي ناس لا حول ولا قوه الا بالله الحزن بيتملك منها وبيجي لها حاجات صعبه. ربنا طبعا يشفي جميع مرضى المسلمين، وربنا يلطف بينا. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.